الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وقوله أو قلادة أو الأصل فيها عند النحويين أنها تفيد التنويع أو الشك، فكأن الراوي شك هل هي قلادة من وتر أو قلادة، وإذا حصل الشك فإننا نطرح الشك ونبني على اليقين، فيكون اليقين هنا أن المنهي عن القلادة مصنوعة من وتر، ولكن الصحيح أن أو هنا ليست على بابها، وإنما المقصود منها الواو أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر وقلادة إلا قطعت. وقد جاء في رواية أبي داود ما يبين هذا، أتت بلفظ الواو قلادة من وتر وقلادة إلا قطعت. ولو قيل بأن الواو على بابها وأنها للشك فلا يجوز أن توضع القلادة بهذه النية، لما مر معنا قوله عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له.